مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن فنانه الجمهور لسه فاكرها بوشها المميز اللي بيجمع ما بين الهدوء والبراءه والانوثه والجمال وخفه الظل. كانت بتقدم ادوار البنت البريئه وكمان البنت الارستقراطيه الشريره. الناس لسه فاكرينها النهارده في عشرات الادوار اللي بتتعرض لحد النهارده في السينما، سموها قطه السينما. اعتزلت الفن من فترة طويلة، يمكن من 55 سنة، بس الناس لسه فاكرينها لحد النهاردة. تعالوا النهاردة نتعرف على الفنانة كريمان. تعالوا نتعرف النهاردة على عبد الفتاح الأسري. قبل ما أبدأ حابب أشكر صاحب التعليق اللي اقترح علي بطلة القصة بتاعت النهاردة. أما بالنسبة للفنانة كريمان، مولودة في 18 ديسمبر سنة 1936، اسمها الحقيقي كريمان محمد سالم، والوالد يعني كان من أصول لبنانية، الأم من أصول تركية، ولكن هما حاصلين على الجنسية المصرية. درست في أعرق المدارس الفرنسية على الإطلاق، وظهر حبها للفن من وهي صغيرة. كمان قدرت إن هي تشارك في برامج الأطفال، وشاركت كمان في المسرح بتاع المدرسة، وصوتها كان حلو، ويمكن يكون ناس كتير ما يعرفوش ان صوتها حلو. درست الموسيقى وغنت في الإذاعة المصرية، وكمان بعض الأعمال الفنية غنت فيها ونجح، يعني لحن لها أكبر الملحنين زي كمال الطويل والموجي وعدد كبير من الملحنين الكبار. بدايتها الفنية بقى جت ازاي؟ في يوم من الأيام كانت بتتصفح جريدة من الجرايد، لقت إعلان عن عايزين وشوش جديدة، بنات جديدة الفيلم. كانت المنتجة آسيا هي اللي هتعمل الفيلم ده، عايزة تسكن أدوار لوشوش جديد، ناس ما شافوهاش قبل كده على السينما. كان عندها وقتها 17 سنة، وكان نفسها يعني ان هي تدخل المجال الفني، وقررت ان هي تتقدم للمسابقة دي. عدد كبير جدا من الفتيات كانوا قدام الباب بيقدموا علشان عايزين كمان هم كمان يمثلوا. المنتجة آسيا هنا اختارت كريمان من عدد كبير جدا من البنات اللي جم يقدموا، ودخلت على طول السينما كبيرة. يعني عادة احنا لما بنيجي نتكلم عن الفنانين والفنانات بنقول ان هم دخلوا دور صغير فدور اكبر فاكبر فاكبر لحد ما بيلعبوا دور البطولة. في عندنا الفنانة سميرة أحمد، ربنا يديها الصحة، بدأت في حياتها كومبارس صامت، كمان الفنانة الله يرحمها هند رستم كانت كومبارس صامت، وبيكبروا مع الوقت لحد ما يبقوا نجوم كبار. ولكن الفنانة كريمان دخلت بطولة دور بطولة على طول، كانت بتلعب دور أم، برغم يعني ان دورها ده كان مفروض تلعبه بنت اكبر شوية لان عمرها كان 17 سنة، وما كانش مناسب قوي ان هي تلعب دور ام، ولكن طلعت شطرة وعملت الدور كويس جدا، والفيلم نجح نجاح كبير. هي بقى بتقول عن الفيلم ده ان هي ما بتحبش الدور ده، بتقول انا حسيت ان هو مش لايق عليا، وانا كنت صغيرة في السن ويجوزوني وكمان يعملوني ام، انا سني ما كانش مناسب، وبقيه الافلام كانت تحب كل ادوارها في بقيه الافلام، لكن الفيلم ده تحديدا هي لا بتحب الفيلم ده ولا بتحب دورها في الفيلم ده. طيب عملت بعد كده افلام كتير، انتشرت 12 سنه قعدت تشتغل، عملت حاجات كتير وقتها. اشهر افلامها على الاطلاق فيلم تمر حنة، والفيلم ده كانت طالعه فيه هي شريره شويه، بتحاول ان هي يعني تبعد احمد رمزي عن نعيم عاكف البنت الغجريه اللي هو حبها. سكر هانم مع الفنان عمر الحريري، كمال الشناوي، ساميه جمال، عبد المنعم ابراهيم، وتوالت اعمالها الفنيه خلال مسيرتها الفنيه اللي امتدت 12 سنه. قدمت خلالها دور البنت الارستقراطيه، المجاهده الجزائريه، الزوجه الصغيره، الموظفه اللي بتثير غيره زميلتها في العمل، وغيرها من الادوار اللي عشقها الجمهور من خلالها. برغم ان هي يعني اعتزلت في سن صغيرة، وهي حوالي 31 سنة من عمرها كان اخر اعمالها سنة 1967. دي اهم المحطات في حياتها الفنية. تعالوا نتعرف على اهم المحطات في حياتها الاسرية. اتجوزت من خارج الوسط الفني، وربنا رزقها بابن واحد بس اسمه شيرين. وبعض المجلات لما يجوا يقولوا ويتكلموا عن الفنانة كريمان بيقولوا ان هي عندها بنت وحيدة بسبب اسم ابنها، ولكن الاسم ده ينفع يتسمى ولد وينفع يتسمى بنت،
هي اختارت اسم شيرين لابنها، وابنها الله أكبر رجل أعمال كبير. واللي حصل بقى واعتزلت الفن ليه؟ لما جت خلفت شيرين حست ان شيرين محتاجة اكتر من الفن، برغم ان هي يعني كانت في عز شهرتها وفنها وقتها وجمالها وشبابها، لكن قررت ان هي تغيب فجأة عن الانظار والاضواء بسبب احساسها ان ابنها محتاجها اكتر من الفن. وبرغم يعني مرور السنين الطويلة قوي دي، الا ان الناس فاكرين البنت الجميلة خفيفة الظل اللي كانت بتطلع في الافلام، ليها بعض الادوار الشريرة لكن احنا تقييمنا لما بنكبر للاعمال الفنية وللشخصيات اللي بتظهر جوه الاعمال الفنية بتختلف تماما. يعني زمان انا كنت اكره مثلا عادل ادهم، بكرهه جدا لانه راجل شرير، وكنت استغرب لما الاقي بابا الله يرحمه مثلا يحبه او حد من اخواتي الكبار. لما انا كبرت برضو بنحب الناس اللي بيلعبوا ادوار الشر، لاننا بنقدر نفهم خلاص الفن ده عامل ازاي، او ان ده كله تمثيل وده ملوش علاقة بالواقع. يا راجل ده انا كنت مفتكر زمان ان اللي بيموت في الافلام بيموت بجد. الفنانة كريمان فنانة جميلة لسه موجودة، ربنا يديها الصحة ويخليها لعيلتها ولأهلها، واحنا بنحبها ونحب ان احنا نعرف دايما اخبارها. هي عمرها حوالي تقريبا النهاردة بتاع حوالي 85 سنة كده، 86 يعني، ربنا يديها الصحة ويخليها ونفتكرها دايما بالخير ونفتكر أعمالها الفنية. بالمناسبة هي عملت حوالي 40 مسرحية، لكن وكمان عملت أكتر من 40 فيلم، ولكن اللي ظهر لها حوالي 27 فيلم وحوالي 4 مسرحيات. من الغريب جدا ان في بعض الاعمال الفنية اختفت تماما للفنانة كريمان، واللي بيتزع النهاردة هو تقريبا يعني نقول 50% من اعمالها الفنية، ولكن هي ليها اعمال فنية كتير وليها حاجات كتير لم يتم اذاعتها. الاربعين مسرحية دول تم تصويرهم بالفعل، لكن محدش يعرف حاجة عنهم، محدش يعرف راحوا فين ولا ايه مصيرهم، يعني هل باظوا اتحرقوا معرفش يعني، ولكن ما بيتمش عرضهم. وأتمنى أن احنا نشوف لها الأعمال الفنية بتاعتها كلها، ما نشوفش بس الحاجات البسيطة اللي بيتم عرضها على الشاشة. الحلقة بتاعت النهاردة خلاص خلصت، سيب لي تعليق من فضلك، أنا بحب أقرأ التعليقات وحكون مبسوط بالتعليقات. سيبوا لي تعليق أتبسط بيه وأشوفه يعني، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.